أشعل النار فيها. الأب ماثايس سيطلق سراحنا. من أين؟ من هذه الجزيرة؟ أليكس، هل تسمعني؟
نعم. لوحة المفاتيح محطمة. اللعنة. حسنا، ما لم تجد راديو شاك سيكون عليك التواصل يدويا من خلال لوحة الصيانة. حسنا، يبدو ذلك سهلا. نعم، لكن عليك أولا أن تجديها. في تلك الأبراج العالية كانوا يركبون اللوحات في مكان مرتفع، مرتفع جدا. التسلق مجددا، ممتاز. من الأفضل أن يعمل البرج بعد كل هذا. ليس طبيعيا.